الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله أخواني وأخواتي طالبات وطلاب مادة سلوك المستهلك في المحاضرة المسجلة 9 لهذا العام. في المحاضرات السابقة تكلمنا عن 3 فصول مهمة جدا في سلوك المستهلك. كان الفصل الأول يتكلم عن مقدمة في سلوك المستهلك، التعريف، الأهمية، التاريخ، أسباب النشوء، أسباب الاهتمام. بعد ذلك تحدثنا عن خطوات اتخاذ القرار الشرائي أو اتخاذ القرار الشرائي، ودرسنا أنواع القرارات الشرائية التي تأخذها العميل. ثم تكلمنا عن خطوات القرار الشرائي 7، وتحدثنا في كل خطوة وإيش المطلوب على المسوق أن ماذا يفعل المستهلك في هذه الخطوة، وما هو المطلوب من المسوق أن يقوم به في هذه الخطوة. بعد ذلك تكلمنا عن تجزئة السوق، وعرفنا تجزئة السوق، وتكلمنا عن خطوات تجزئة السوق وأهمية تجزئة السوق وطرق تجزئة السوق والشروط الواجب توافرها في القطاع المستهدف. اليوم ننتقل إلى موضوع جديد ومهم أيضا، وهو يمكن الموضوع الأخير اللي سيكون بإذن الله داخل في الاختبار الفصلي الأول. هذا الموضوع اسمه تصميم الموقع التنافسي. تصميم الموقع التنافسي، عندما نتكلم عن تصميم الموقع التنافسي عندما نتكلم عن تصميم الموقع التنافسي احنا هنا نتكلم عن البوزيشنينج، التعبير الغربي الانجليزي لهذا المعنى البوزيشنينج. الكلمة هنا تتكون من الموقع التنافسي. دائما لما نسمع هذه الكلمة الكثير من المتخصصين، فضلا عن الناس طلاب الإدارة وإدارة الأعمال وطلاب والناس العامين، لما يسمعون الموقع التنافسي يعتقدون ويظنون أن الحديث سيكون عن اختيار المكان، وخاصة حنا في التسويق نؤكد على اختيار المكان واختيار الموقع، وأحد عناصر المزيج التسويقي أصلا في الأساس هو البليس والديستريبيوشن، التوزيع والمكان واختيار المكان. لكن حقيقة حنا هنا لما نتكلم عن تصميم الموقع التنافسي لا نقصد أبدا ومطلقا لا نقصد الموقع اللي هو المكان، وإنما نقصد شيء آخر ومفهوم جديد وحديث تقريبا بدأ في عام 89، أول كتاب ظهر في هذا الموضوع، وبعد ذلك بدأ ينتشر هذا المفهوم ويلقى كل الاهتمام والترحيب، سواء على الجانب التطبيقي العملي من قبل الشركات والمؤسسات، أو على الجانب الاهتمام الأكاديمي والبحثي والدراسي من قبل الخبراء والدارسين و الجامعات. ماذا نقصد بالموقع التنافسي؟ إيش أهمية الموقع التنافسي بالنسبة للمنظمات؟ إيش الدور اللي يقوم به الموقع التنافسي؟ كيف نصمم الموقع التنافسي؟ كيف نختار الموقع التنافسي؟ شروط اختيار الموقع التنافسي؟ كل هذه الأسئلة بإذن الله سنحاول أن نجيب عليها من خلال هذه المحاضرة. طيب، التعريف المختصر، التعريف المباشر، التعريف السهل للموقع التنافسي للمنتج أنه هو الصورة التي ترتسم في أذهان المستهلكين عن المنتج، أو أنه هو الطريقة التي يدرك فيها المستهلك مزايا وخصائص ومنافع المنتج، خاصة عند مقارنته مع منتجات أو المنتج المنافس له. إذن حنا هنا لما نتكلم عن الموقع التنافسي حنا نقصد الصورة الذهنية التي تكون مرسومة في ذهن العميل، في ذهني وذهنك، عن المنتجات والماركات والمحلات والعلامات التي الموجودة في السوق. الصورة الذهنية اللي موجودة في داخل أذهاننا وعقولنا وتفكيرنا، هذا المقصود بالموقع التنافسي. فالموقع التنافسي المقصود فيه عندما نسمع اسم الماركة واسم المحل
أو نشاهد علامة المحل أو صورة المعرض أو لوحة المحل، ما هي المعاني، ما هي الصور، ما هي الإدراكات التي يعني نتخيلها، نستشعرها، نشعر فيها؟ هذا المقصود بالموقع التنافسي. فالموقع التنافسي يعبر عن الصورة الذهنية الموجودة في داخل ذهني وذهنك عن محل أو عن علامة، أو هي الطريقة التي ندرك فيها ونفرق فيها بين منتج ومنتج من خلال المزايا والصفات والخصائص. فالموقع التنافسي يقوم على أساس الاختلاف، وبالتالي من هنا تجي أهمية الموقع التنافسي، من أهمية الموقع التنافسي ومن طريقة بناء الموقع التنافسي. كيف ندرك، كيف ندرك المزايا والصفات والخصائص عندما نقارن هذه المزايا والخصائص بمنتجات المنافسين؟ إيش الصورة الذهنية التي مشكلة داخل أذهاننا عن هذا المنتج؟ ما هو الرانكينج، ما هو الترتيب لهذا المنتج أو لهذه العلامة داخل هذه المنتجات أو داخل هذا السوق؟ هذه كلها تعبر، كل هذه المعاني تعبر عن الموقع التنافسي. فإما يدخل فيها قضية الرانكينج، يعني بمعنى لما نجي للسيارات، تأجير الشركات التي تشتغل في تأجير السيارات، يعني في رانكينج معين في ذهن العميل، انه مثلا شركة افس رقم واحد، شركة بادجت رقم اثنين في ذهنه، شركة مثلا المفتاح ولا شركة اخرى رقم ثلاثة في ذهنه. وهكذا في المطاعم، في الوجبات، مطاعم الوجبات السريعة، وهكذا في كل الاصناف في رانكينج معين في ذهن العميل في عملية الترتيب. هذا يدخل في الموقع التنافسي، أو هو الصورة الذهنية والمعاني التي ندركها ونشعر فيها عندما نسمع ونرى صورة المنتج أو علامة المنتج أو اسم المنتج. وأيضا هو يدخل في ذلك أيضا طريقة المقارنة والاختلاف والإدراك لمزايا وصفات المنتج بالمقارنة مع مزايا وصفات المنتجات الأخرى. طيب، هذا بشكل عام التعريف. خلونا نأخذ أمثلة للمواقع التنافسية موجودة وناجحة لكثير من المنتجات. فمثلا من الأمثلة، زين، مرسيدس، سيارة مرسيدس. مرسيدس سيارة عذرا، مرسيدس سيارة. طيب، الشركة تحاول أن تبني موقعها التنافسي، يمكن أن تبني موقعها التنافسي على جودة أدائها ولا على الفئة التي تستهدفها، يعني بمعنى فئة الرجال الأعمال، أو هي السيارة الناس الذين يعني من طبقة اجتماعية معينة أو من مستوى دخل معين. لكن الشركة تحاول دائما أن ترسم مكان سيارة مرسيدس وعلامة سيارة مرسيدس الأرقى مكانة من الناحية الاجتماعية، الأرقى مكانة. وبالتالي إذا أنت تبحث عن السيارة التي تحقق لك هذا الإشباع، الرقي في المكانة الاجتماعية، الشعور بالزهو والفخر الاجتماعي، سيارة مرسيدس وعلامة مرسيدس خير من يشبع لك هذا الاحتياج. طيب، بالمقارنة BMW، الموقع التنافسي لهذه السيارة، لسيارة BMW، أيضا هي بنفس الصنف وتقريبا موجهة لنفس الفئة ولنفس المجتمع ولنفس الطبقة ولنفس الشريحة. لكن ماذا يعني، ما هو الموقع التنافسي الذي يعني أرادت شركة BMW أن تصنف نفسها ويعني تفرق نفسها عن السيارات الأخرى والماركات الأخرى؟ هنا الأحسن أداء في القيادة. ولذلك دائما ستلاحظ وستلاحظين أن إعلاناتهم يعني تدور وتتبلور حول قضية القيادة والمشاعر اللي أنت تحس فيها في أثناء القيادة، متعة القيادة، تحكم في القيادة، الأداء الأجمل والأفضل في القيادة. فهم دائما يركزون على السائق والقيادة، أنك أنت لما تقود السيارة تشعر أنك تقود طائرة وليس تقود سيارة، تشعر أنك تقود سيارة تستطيع أن تتحكم فيها على أي مستوى وفي أي مكان وفي تحت أي سرعة.
وبالتالي يعني متعة القيادة هي سر سيارة بي ام دبليو، هي الموقع التنافسي الذي نحن بي ام دبليو نستطيع أن ننافس فيه الشركات الأخرى لكزز وروز رايز ومرسيدس وكل الفئات المصنفة وأودي وكل السيارات المصنفة في نفس الطبقة. أيضا مثال آخر أريل، لو سألت أي أحد عن أريل وما هي الصورة الذهنية التي يعني تنطبع في أذهاننا عندما نسمع أريل، هي القدرة الفائقة على إزالة البقع. إذا تريد منتج تنظيف يزيل لك البقع يعني الجميع يتفق على أنه أريل هو أفضل منتج في هذا المجال، أو هو المنتج الأول الذي يأتي في مخيلتي وفي مخيلتك عن المنتج الأفضل في إزالة البقع. بالمقابل كلوركس ليس منتج لإزالة البقع، وليس منتج أيضا لإضفاء رائحة على الملابس يعني زكية، وليس منتج ناعم أو يجعل الملابس ناعمة وسوفت، وإنما كلوركس لثياب ناصعة البياض. إذا أنت تبحث عن منتج يعطيك نتيجة عالية في مستوى البياض سواء في الملابس أو في غير الملابس، استخدم كلوركس. وهذه الصورة موجودة حتى عند أمهاتنا الكبيرات في السن، موجودة عندهم هذه الصورة. سنتكلم ليش هذه الصورة موجودة وكيف تنشأ هذه الصورة. بالمقابل هونداي أيضا وكالة سيارات، طيب الصورة الذهنية والموقع التنافس الذي اختارته الشركة أن تبني لنفسها هو الأقل تكلفة. فسيارة هونداي هي تحاول أن تنافس بأنها السيارة التي يمكن أن توفر منتج قليل التكلفة، سهل التكلفة. أيضا مثال آخر فولفو، سيارة سويدية مشهورة جدا، الكثير أيضا لما يسمع هذا المنتج أو يسمع هذه الماركة بكل تأكيد، أو يسأل عن ماذا يميز هذه الماركة، بكل تأكيد سيكون الأمان وطول العمر هو الصورة الذهنية دائما المصاحبة لمثل هذا المنتج. أبل للكمبيوتر، شركة أبل كان عندها قديما كان عندها موقع تنافسي أنها هي المنتج الأفضل للمصممين الرسومات، للناس اللي يستخدمون الرسومات وألوان عالية الصفاء ويعني سهولة في الرسم، يستخدمون شركة أبل. لكن الآن قد يكون تغير الموقع التنافسي إلى قضية السهولة في الاستخدام أو التنوع في السهولة في الاستخدام أو التنوع في الاستخدام وهكذا. فنجد أمثلة كثيرة من واقعنا ومن كثير من الشركات الرائدة أنها حاولت يعني ترسم لنفسها صورة ومكانة في ذهن وفي عقل العميل. طبعا هناك سؤال مهم وهو قبل أن نتكلم عن أهمية الموقع التنافسي، وهو يعني متى سنحتاج الموقع التنافسي، وهل الموقع التنافسي يتغير ولا ما يتغير؟ هذا سيأتينا يمكن لاحقا، لكن نشير إلى أنه دائما نحن نحرص أو نحتاج إلى بناء الموقع التنافسي أو إعادة بناء الموقع التنافسي. فإذا كان المنتج جديد والشركة جديدة والسلعة جديدة، فهنا نحتاج إلى بناء موقع تنافسي جديد لهذه الشركة. أحيانا في بعض المنتجات يكون الموقع التنافسي الخاص فيها شاخ وكبر أو غير مجدي أو يعني غير محفز أو في منافسة شديدة بالنسبة لهذا الموقع التنافسي، فنحتاج نسوي شغلة نسميها إعادة بناء الموقع التنافسي. فنغير الموقع التنافسي اللي تم يعني بناءه وتم يعني استنزاف أموال ضخمة في هذا البناء، فنحتاج نعيد بناء الموقع التنافسي من جديد ونغير الموقع التنافسي. أبرز مثال لإعادة بناء الموقع التنافسي شركة أسبرين.
شركة أسبرين، كثير يمكن منكم قد لا يكون يعرف هذه المعلومة، لكن حبوب أسبرين سابقا كانت، يعني كان الموقع التنافسي لحبوب أسبرين كانت هي العلاج الأكثر استخداما في علاج الصداع، صداع الرأس، كانت هي الأكثر شهرة والأميز في علاج الصداع. فلما بعد فترة تبين أو خرج منتجات أفضل من الأسبرين في موضوع علاج صداع الرأس مثل البنادول وغير البنادول، احتاجت الشركة ووجدت لها استخدام، ويعني يعني سوق تنافسي آخر وموقع تنافسي آخر، وهو موضوع تسييل الدم واستخدام مرضى القلب لهذا العلاج من أجل تسييل الدم ومن أجل الوقاية من جلطات التي يمكن أن يصاب فيها القلب. وبالتالي صار هذا الموقع التنافسي الجديد هو الذي يميز حبوب الأسبرين، فسوت إعادة بناء لموقعها التنافسي من حيث الاستخدام إلى هذا الموقع الجديد. وبالفعل بعد ما كان تمر في مرحلة يعني ركود وأحيانا أيضا قد يكون خسائر، لما أعادت موقعها التنافسي استطاعت أنها تنجح وتعيد يعني قوة الشركة وتعيد سيطرتها لكثير من المراكز المتقدمة في المبيعات، ويعني تحقق أرباح طائلة بسبب أنها اختارت أن تغير موقعها التنافسي السابق، لأنها كانت لا تستطيع أن تنافس، أو كان هذا يعني أحيانا نغير الموقع التنافسي لأنه غير يعني غير مجدي، أو لأننا نحن ما نجحنا في يعني تصميم هذا الموقع التنافسي بشكل جيد. طيب نأتي للنقطة الثانية وهي أهمية تحديد الموقع التنافسي المميز. لماذا تحديد الموقع التنافسي مهم؟ تحتاج كل شركة أنها تحدد لها موقعها التنافسي. هناك مجموعة من الأسباب التي يعني تؤكد وتعزز ضرورة وجود موقع تنافسي وأهمية الموقع التنافسي لأي شركة ترغب أنها تنجح في السوق وتنافس الشركات الأخرى. أول سبب يعني يؤكد على أهمية الموقع التنافسي ويركز عليه هو أنه الكثير من الآن في الأسواق كثير من المنتجات أصبحت متشابهة وأصبحت يعني بديلة عن بعض، وأصبح في منافسة يعني قوية جدا، وعدد المنتجات أصبح بكثرة يعني بشكل يعني كبير جدا. أي منتج نريد أن نشتري الآن، تريد أن تشتري عطر، لما تذهب لمحلات العطور ستجد عشرات بل أحيانا مئات من الماركات ومن العلامات موجودة في هذا المجال. عندما تريد أن تشتري شامبو، لو تقف أمام المحل في السوبر ماركت أمام الرفوف ستجد لا يقل عن 20-30 ماركة أمامك كلها في موضوع الشامبو، ونفس الشيء في معجون الأسنان، ونفس الشيء في المطاعم، ونفس الشيء في المطابخ، ونفس الشيء في المشاغل، وفي كل مجال وفي كل منتج ولكل خدمة سنجد عدد كبير جدا من المنتجات. فالسؤال هنا، هذا التزايد، هذا التشابه الكبير بين المنتجات يجعل هناك حاجة لعملية بناء الاختلاف، ويجعل هناك حاجة أساسية وضرورية لقضية الموقع التنافسي. فإذا لم يكن العميل يفرق بين هذا المنتج وهذا المنتج، وهذا الفرق ينبني على صورة ذهنية داخل العميل، فلن ننجح في السوق. ولذلك بعض خبراء التسويق يقول المعركة بين المحلات وبين المعارض وبين العلامات وبين المنتجات حقيقة ليست في السوق ولا في المول ولا على أرفف السوبر ماركت. المعركة بين هذه المنتجات المتشابهة، المعركة بين هذه المنتجات المتشابهة موجودة في وين؟ في ذهن وعقل العميل. فالذي يكسب العقل العميل والذي ينجح في تصوير صورة إيجابية ويعني الصورة هو يريدها عن نفسه،
في عقل العميل هو الذي سينجح في معركة المنافسة بينه وبين المنتجات الأخرى مهما كان مستوى تواجده أو نجاحه على الموقع الواقعي والمكاني. فلن يفيد الشركة أنها تكون بقرب العميل، ولن يفيد العلامة أنها تكون أمام نظر العميل إذا كانت مطفية وغائبة عن ذهن العميل. وأيضا بالمقابل العلامة ستنجح إذا كانت موجودة وناجحة في ذهن وعقل العميل مهما كانت بعيدة عنه، لأن العميل سيبحث عنها وسيبذل كل جهد حتى يحصل عليها. ولذلك هذا مفهوم أيضا مهم، قضية أنه المعركة بين الشركات والمنتجات حقيقة ليست في الميدان ولا في المحلات ولا في المعارض ولا في يعني في المولات على أهمية الموقع، لكن المعركة الحقيقية في ذهن وعقل العميل. من يسيطر على هذا العقل؟ من ينجح في خلق الاختلاف، في خلق الاختلاف الذي يريد والميزة التي يبحث عنها بحيث تميزه وتجعله مختلف عن المنتجات المنافسة والمنتجات الشبيهة. فهذه قضية مهمة جدا. إذن أول قضية تؤكد على يعني أهمية الموقع التنافسي أن المنتجات متشابهة والمنتجات كبيرة وعددها كثير جدا، ولذلك حنا نحتاج أن نميز أنفسنا ونصنع لنا ميزة واختلاف يميزنا بين هذه الشركات والعلامات المنافسة، ثم نوصل هذه الصورة وهذه الميزة وهذا الموقع التنافسي لعقل وذهن العميل حتى يدرك هذه الميزة وحتى نبني هذا الموقع التنافسي بشكل صحيح. أيضا يقول لي من الأسباب المهمة جدا في قضية تحديد الموقع التنافسي، يقول لي شوف الشغل اللي كنا نتكلم عنه قبل قليل، كل الشغل اللي كنا يعني نأكد عليه ونأكد على ضرورته في موضوع تجزئة السوق وأهمية تجزئة السوق. ولما تكلمنا تذكرون أيضا تكلمنا عن خطوات تجزئة السوق، قلنا الخطوة رقم 3 يعني الخطوة الأولى اللي هي دراسة السوق واكتشاف القطاعات، ثم بعد ذلك الخطوة الثانية كانت اختيار القطاع الجذاب الأفضل، بعد ذلك الخطوة الثالثة كانت قضية بناء الموقع التنافسي. فيقول لي بدون الخطوة الثالثة، الخطوة الأولى والخطوة الثانية تصبح بلا قيمة ولا ثمرة ولا نتيجة. إذا لم تستطع أنت كصاحب شركة أنك ترسم موقع تنافسي مرغوب في ذهن العميل وفي ذهن القطاع المستهدف، فمهما كنت ناجح في يعني تقسيم السوق وفي اختيار القطاع الذي تنطبق عليه الشروط، طيب إذا لم تنجح في بناء الموقع التنافسي كل هذا الجهد سيكون بلا ثمرة، أو على الأقل سيكون محدود الأثر والفائدة. فبدون الموقع التنافسي مميز للمنتج المخصص لكل قطاع، فإن استراتيجية تجزئة السوق من المحتمل أن تفشل، من المحتمل أن تفشل. ولذلك هنا يعزز ويؤكد أنه قضية الموقع التنافسي أساسي ومهم. أيضا سبب آخر مهم جدا، يقول لي الصورة الذهنية، وهذا غريب أيضا، هذا السبب فعلا غريب ولكن على غرابته حقيقة واقعي ونحن نمارسه ويعني موجود. يقول الصورة الذهنية الموجودة في ذهن المستهلك أحيانا تكون أهم من المميزات الموجودة في المنتج. إيش معنى هذا الكلام؟ الصورة الذهنية الموجودة في ذهن المستهلك أحيانا تكون أهم من المميزات الموجودة في المنتج. إيش الفكرة هنا؟ يقول لي ترى في كثير من الأحيان صفات وخصائص المنتج الموجودة في المنتج لن تكون بأهمية الصورة الذهنية اللي موجودة في ذهن وفي عقل وفي تفكير العميل. فمهما كان، إذا كان العميل يعتقد أنه منتجك مميز فهذا المنتج مميز، إذا كان العميل لا يعتقد أنه هذا المنتج مميز بل أيضا لن يكون هذا المنتج مميز مهما كانت فيك صفات وخصائص تدعي أنها يعني تؤكد جودتك أو تؤكد تميزك. يعني مثل ما يقال في المثل الشعبي،
الصيت ولا الغنى، السمعة ولا أني يعني أحيانا يعني نأخذ تصور عن أشخاص أو عن محلات أو عن أماكن أو علامات، هذا التصور هو اللي بيأثر في ولائنا وفي انتمائنا وفي مشاعرنا الإيجابية وفي سلوكنا الشرائي أكثر أحيانا من الصفات والخصائص الفعلية الموجودة في المنتج. فإذا كنت أنا أعتقد أنه هذا الجهاز هو أفضل جهاز زين، فبالنسبة لي هذه الصورة الذهنية ستكون بالنسبة لي حقيقة، مهما كان فيه صفات معيبة هذا الجهاز أو مهما كان فيه صفات في جهاز آخر أفضل من هذا الجهاز. ما دام عندي صورة إنه آيفون أفضل فآيفون أفضل، حتى لو في يعني إثباتات تدل على إنه سامسونج ولا سوني ولا أي جهاز آخر أفضل من هذا الجهاز، والعكس أيضا صحيح. إذا كنت أعتقد وعندي صورة ذهنية إنه سامسونج أفضل من آيفون، فإذا الصورة هذه ستؤثر على سلوكي الشرائي وسأكون مقتنع فيها، حتى لو كان بالفعل الآيفون من خلال صفات ومن خلال اختبارات ومن خلال مقاييس معينة أفضل من سامسونج في صفات وفي خصائص معينة. ليش؟ لأن الصورة الذهنية اللي موجودة في ذهن المستهلك هنا السبب، أحيانا تكون أهم من المميزات الموجودة في المنتج. ولذلك إذا اعتقدت أنه هذا الشامبو أفضل أو هذا الكافي أفضل أو هذا المطعم أفضل أو هذا الفندق أفضل، فهو أفضل حتى لو كان الواقع يقول أنه المنتج الثاني أو الماركة الأخرى هي أفضل في 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 جوانب وفي جوانب أخرى. فالصورة الذهنية تؤثر بشكل كبير جدا في وأكثر أهمية من المزايا الحقيقية. ولذلك دائما نسأل أنفسنا، حنا نشتري يوميا منتجات، هل اللي تشتري المنتجات هذه بالنسبة لك أنت تشتريها لأنك اعتقادك أنها أفضل الموجود ولأنها تتميز بمزايا يعني أحسن من أو أفضل من غيرها، لكن واقعيا فعليا هل هذه المنتجات هي الأفضل بالسوق؟ بكل تأكيد هناك منتجات أفضل منها، أحسن منها، أرخص منها، أقوى منها، أطول عمر منها، لكن نشتريها لأنه عندنا صورة ذهنية وعندنا اعتقاد وعندنا إدراك أنه هذا المنتج أفضل أو أسرع أو أسهل أو أيسر أو أقل سعر، عندنا إدراك، عندنا صورة ذهنية. طيب، فهذا أيضا يؤكد على أهمية الموقع التنافسي الذي هو أصلا يقوم على الصورة الذهنية وتشكيل الصورة الذهنية. أيضا يقول لي هنا استغلال الموقع التنافسي الفعال في مواجهة المنافسين من خلال تقديم مزايا غفل عنها المنافسين، وهذه أيضا قضية مهمة وأساسية تتكلم أو يعني أصلا هي تأتي من خلال بناء الموقع التنافسي. لما نتكلم عن خطوات يعني الموقع التنافسي وبناء الموقع التنافسي وكيف يبنى الموقع التنافسي، حقيقة هو يبنى من خلال دراسة وتحليل المنافسين، وعادة يعني يكون هناك فيه شلون برسم وشلون بمسك الميكروفون. ألو، أيوة، يكون فيه هناك رسوم، يعني هذا السوق سوق سيارات، سوق ساعات، سوق مجوهرات، سوق مطاعم وجبات سريعة، سوق البيتزا، سوق الشامبو، سوق أي سوق معين زين، يقوم على صفات وخصائص. طيب هنا السعر مثلا اقتصادي، سعر مرتفع مكلف، جودة عالية منخفضة، عملي غير عملي، وهكذا زين. فنجي هنا بعدين نقسم نقول والله هذا المنتج منتج ألف موجود هنا، منتج باء موجود يتميز بهذا الشيء، منتج باء، منتج جيم يتميز بهذا الشيء. فهنا هذه الرسمة تساعدني أني أكتشف الفراغات وأكتشف الفرص وأكتشف وين الاختلاف اللي أنا ممكن أجد فيه وين المساحة اللي أنا أستطيع أني أنافس عليها. وبالتالي إحنا هنا نجي نقول أنه تصميم الموقع التنافسي أيضا يساعد
على مواجهة المنافسين، لأني سأكتشف فيه مزايا وفي مواقع وفي أسواق وفي عملاء لم تشبع احتياجاتهم، وبالتالي هذا يخلق لي فرصة ويخلق لي مساحة، ويكون هناك في فرصة أني أنافس المنافسين في هذا المجال. فأيضا هذا يؤكد أهمية الموقع التنافسي، وأن الشركات التي ستهتم في بناء موقعها التنافسي ستمر في هذه العملية، عملية تصميم الموقع التنافسي، وبالتالي ستستطيع أنها تكتشف الفرص التي يمكن من خلالها أن تنافس. طيب، النقطة الثالثة اللي هي قواعد إدراكية هامة جدا. إيش أهمية القواعد الإدراكية هذه؟ سنأخذ أربع قواعد أساسية سنحتاجها للحديث عن الموقع التنافسي، سنحتاجها عند تصميم الموقع التنافسي، سنحتاجها عند اختيار الموقع التنافسي. والسبب، السبب أنه الموقع التنافسي هي صورة ذهنية موجودة في عقل العميل، وبالتالي يقول لي هنا هذه الصورة الذهنية تتكون من خلال عملية الإدراك، من خلال عملية الإدراك. فكيف يدرك العميل وما هي العوامل التي تؤثر على عملية الإدراك، وإيش الأشياء التي تجعل العميل يدرك بعض المؤثرات الخارجية ولا يدرك مؤثرات أخرى، وكيف يعني يستقبل العميل هذه المؤثرات، وما الذي يجعل هذه المؤثرات يعني يدركها العميل بصورة عميقة وبصورة تفصيلية، ولماذا تبقى بعض الإدراكات هذه فترة أطول في ذهن العميل وفي عقل العميل. كل هذه التساؤلات زين مرتبطة ومؤثرة في تكوين الصورة الذهنية. فالصورة الذهنية التي تدخل في ذهني وفي عقلك تأتي من عملية الإدراك. وسيكون في هذه المادة عندنا موضوع متخصص في عملية الإدراك وتعريف عملية الإدراك وكيف تتم تشكيل يعني عملية الإدراك وأنواع الإدراكات وما هي العوامل التي تؤثر على عملية الإدراك. هذه كلها سنناقشها بإذن الله في التفصيل بالتفصيل. لكن حنا هنا لما نتكلم عن الموقع التنافسي نقول إنه الموقع التنافسي يتم بناء الموقع التنافسي بناء على عملية الإدراك. العميل يدرك يدرك تجربة معينة يمر فيها، يدرك سلوك معين، يدرك إعلان، يدرك صورة، يدرك تجربة يسمعها، ومن خلال هذا الإدراك يأخذ ويبني تصور معين. طيب، فيقول لي هنا أنه بما أن الإدراك هو الذي يرسم الموقع التنافسي وهو الذي يشكل الصورة الذهنية، فانتبه هناك في قواعد إدراكية لازم تنتبه لها أثناء بنائك للموقع التنافسي. إيش هذه القواعد الإدراكية؟ أول قاعدة يقول لي إذا كان السوق أو المستهلك أو المستهلكين لا يستعملون المنتج ولا يحتمل أنهم يستعملونه في المستقبل القريب، فهم قطاع غير مهم بالنسبة للشركة ولا يحتاج أن نرسم في ذهنه صورة للمنتج. أول قضية في عملية الإدراك يقول لي أنك تختار الشريحة والقطاع المستهدف، وهذا يعزز قضية أنه يعني في طريقة اختيارنا للقطاع المستهدف والشريحة التي نستهدفها وضرورة وجود الشروط التي تكلمنا عنها في تجزئة السوق. فأول شيء يقول لي أنت لما توجه صورتك الذهنية وترسم تحاول أنك ترسم صورة ذهنية لازم أنك توجهها للقطاع المستهدف، ولازم هذا القطاع المستهدف والناس اللي بتوجه لهم هذه الصورة وجهودك في رسم الصورة الذهنية لازم يكون فعلا هذول الناس يستخدمون المنتج أو من المحتمل أنهم يكونون عملاء مرتقبين، من المحتمل أنهم يكونون يستخدمون المنتج في المستقبل القريب. فإذا كانوا لا يستخدمون المنتج ولا يعني لا في المستوى حاليا ولا في المستقبل القريب، فمن الخطأ يعني استهدافهم في بناء موقع تنافسي. فإذا كان العميل مثلا لا يشرب قهوة أو لا يأكل لحم أو لا يأكل سمك زين، وأروح أستهدفهم أنا كشركة إنتاج سمك أو يعني شركة كافي شاب أو يعني شركة لحوم أو كمطعم أستهدفهم في بناء موقع تنافسي لي، فيقولك هذا من الخطأ. ف
فأول قضية، إذا كان السوق أو المستهلك لا يستعمل المنتج، من الخطأ أنك توجه له أي جهد في عملية رسم صورة ذهنية عن المنتج. بعد ذلك يقول لي أيضا، إذا كان المستهلك لا يعتقد أن في المنتج خاصية تنفع أو فائدة، فليس هناك فائدة أو منفعة في المنتج فعلا، وبالتالي لا يحتاج إلى صورة لتثبيت صورة، فلا يحتاج إلى جهد لتثبيت صورة في ذهنه. زين، إيش الفكرة هنا؟ الفكرة هنا أنه الحكم دائما هو المستهلك وهو العميل. للأسف كثير من الشركات يعني تعتمد في بناء الصورة الذهنية أو في قراراتها التسويقية على أطراف غير العميل، قد يكون مدراء التسويق، قد يكون العاملين في قسم التسويق، قد يكون مدير الشركة، صاحب الشركة، قد يكون تقليد للمنافسين. لكن القضية هنا اللي نؤكد عليها أنه الحكم الأول والأخير في الإدراك هو المستهلك. فهنا القاعدة المهمة، أنه إذا كان المستهلك لا يعتقد أنه المنتج فيه هذه الخاصية، أو أنه هذه الخاصية غير مفيدة أو غير نافعة بالنسبة له، فهي غير موجودة، هذا المنتج هذه الخاصية لا تنفع، طيب، أو أنها غير موجودة. فإذا كان لا يعتقد أن في المنتج خاصية تنفع أو فائدة، فليس هناك فائدة أو خاصية مهما كان اعتقاد الشركة أو مدير الشركة أو مدير مندوب المبيعات أنه هذا المنتج فيه هذه الخاصية أو هذه الخاصية مفيدة أو نافعة. إذا ما يشعر العميل أنه هذه الخاصية مفيدة أو نافعة، فهذه الخاصية غير مفيدة وغير نافعة. فمن الخطأ نحاول نصادم إدراك العميل، أو نحاول يعني نعارض هذا الإدراك، لأنه في النهاية سيكون الغلبة والانتصار لهذا الإدراك. طيب، فإذا كان العميل لا يعتقد أنها مهمة أو نافعة، فهذه الخاصية ليست مهمة وليست نافعة، ليست مهمة وليست نافعة. ونفس الفكرة أيضا، إذا كانت الخاصية الموجودة في المنتج والميزة غير مهمة بالنسبة للعميل والمستهلك، فهي أيضا غير مهمة. إذا كان العميل يعتقد، يدرك، يرى، مقتنع أن هذه الخاصية غير مهمة، فهي غير مهمة. فإذا كان يعتقد أنها غير موجودة، هي غير موجودة. إذا كان يعتقد أنها غير نافعة، هي غير نافعة. إذا كان يعتقد أنها غير مهمة، فهي غير مهمة. طيب، فهذه كلها تعتمد على إدراك العميل. فالفكرة هنا في القواعد الإدراكية أنه دائما نركز على العميل وماذا يعتقد العميل وما هي يعني قناعات العميل. أيضا آخر قاعدة إدراكية، إذا كان المستهلك يعتقد أن الشركة لا تقدم له الفائدة أو الميزة التي يرغبها، فالشركة أيضا لا تقدمها بالفعل، مهما كانت الشركة تدعي أنها تقدم، أو مهما كان الشركة عندها قناعة أنها تقدم. إذا كان المستهلك لا يعتقد أنها تقدم، فهي لا تقدم. فهذه القواعد الإدراكية أساسية ومهمة، نحتاج يعني نستحضرها ونحن نقوم في عملية بناء الموقع التنافسي، أن الحكم الأول والنهائي العميل والمستهلك. فإذا كان يعتقد أنه أي ميزة أو صفة أو خاصية غير مهمة، فهي غير مهمة. لا نحاول نؤكد على أهميتها. إذا كان يعتقد أنها غير نافعة، فهي غير نافعة. إذا كان يعتقد أنها غير موجودة، فالحقيقة والواقع يقول أنها غير موجودة. طيب، هنا نتكلم عن شروط بناء الموقع التنافسي. مثل ما تكلمنا، إذا كنتم تذكرون، تكلمنا عن شروط اختيار القطاع المستهدف، وما هي الشروط الواجب يعني وجودها في القطاع المستهدف. هنا نتكلم أيضا عن الموقع التنافسي، وما هي الشروط التي يجب أن نأخذها في الحسبان في اختيار الموقع التنافسي. أي موقع تنافسي نريد أن نختاره، لابد أن يتوافر فيه مجموعة من الشروط. مجموعة من الشروط، هذه الشروط تضمن نجاح الموقع التنافسي، تضمن أنه هذا الموقع التنافسي سيكون مربح، تضمن أيضا أنه هذا الموقع التنافسي يمكن أن يعني يحقق للشركة حصة سوقية ضخمة، ويحقق لها مبيعات كبيرة، ويحقق لها نجاح ونمو في المستقبل. من أهم الشروط
توافق الموقع التنافسي للمنتج مع القطاع المستهدف. إيش نقصد هنا؟ بمعنى لما نختار موقع تنافسي، لما نختار صورة ذهنية، لابد أنه هذه الصورة الذهنية تتوافق مع خصائص وصفات وحاجات القطاع المستهدف. لا يصلح ومن الخطأ أنه يكون القطاع المستهدف في جهة والصورة الذهنية في جهة، ولا يصلح أيضا أنه يكون الصورة الذهنية والموقع التنافسي يتعارض مع صفات وخصائص القطاع المستهدف. فمثلا أنا عندي ساعة، هذه الساعة موجهة مثلا للناس الأعلى دخلا مثل الرولكس أو غيرها من الساعات، لا يصلح أني أنا أجي أقول أو أدعي أو يعني أسوق موقع التنافسي أني المنتج الأقل سعرا أو المنتج الأرخص أو المنتج الأكفأ اقتصاديا. كل هذه العبارات وكل هذه المواقع التنافسية لا تحرك ذرة في القطاع المستهدف. أنا القطاع المستهدف الذي استهدفته هو عبارة عن أصحاب الدخول العالية، هو عبارة عن أشخاص الذين يبحثون عن منتج يحقق لهم الفخامة ويحقق لهم المكانة الاجتماعية، لا يبحثون عن المنتج الذي يحقق لهم القيمة الاقتصادية والتكلفة. وبالتالي يمكن لو بنيت موقع التنافسي على أني أنا المنتج الأقل سعر أو المنتج الذي يتميز بالكفاءة الاقتصادية، قد يعني يجعلهم يزهدون في المنتج ويغيرون قناعتهم في المنتج. ولذلك من المصلحة من الأهمية أن يكون هناك في توافق بين الموقع التنافسي وبين صفات وخصائص وطبيعة وحاجات القطاع المستهدف. وكل ما كان الموقع التنافسي في توافق ويعني تناغم كبير بينه وبين القطاع المستهدف، كل ما كان أكثر تأثير وأكثر نجاح. وكل ما كان هناك في تباين وتباعد وتضاد بين الصورة الذهنية والموقع التنافسي وبين طبيعة وصفات وخصائص القطاع المستهدف، كل ما كان هناك في فشل لهذا الموقع التنافسي. طيب، أيضا القدرة على إقناع السوق المستهدف بمحتوى الموقع التنافسي. وهنا نؤكد على قضية الإقناع. هناك بعض المواقع التنافسية يصعب على الشركة، يصعب على المنتج إقناعهم يعني بالمحتوى للسوق المستهدف، بسبب مثلا إمكانيات الشركة أو بسبب مثلا صفات وخصائص الشركة المنتج أو بسبب يعني قوة المنافسين أو أيا كان السبب. إذا أنا أختار الصورة الذهنية والموقع التنافسي، لابد أني أكون متأكد أنني أملك الأدوات التي أستطيع من خلالها إقناع المستهلك والسوق المستهدف بهذا الموقع التنافسي، من خلال الممارسة والتطبيق ومن خلال الإمكانيات والقدرات. أما إذا كان الموقع التنافسي أعلى من قدرات المنتج ومن إمكانيات السلعة، أو أنه أعلى من إمكانيات الشركة، وبالتالي هنا في احتمال فشل كبير جدا في عملية الإقناع. أو إذا كان السوق لن أستطيع أني أقنع السوق أنني متميز بهذا الجانب، في لن أستطيع من الخطأ استهداف يعني بناء الصورة الذهنية في هذا المكان. فلو كنت مثلا شركة طيران وكان عندي يعني 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 سوء في الخدمة المقدمة أو سوء في الضيافة أو سوء في الالتزام بالمواعيد، من الخطأ أني أجي وأدعي أني قال أني أنا مميز وموقع تنافسي يقوم على الدقة في المواعيد أو الدقة في أو التميز في خدمة العملاء. لن أستطيع أن أقنع السوق المستهدف بهذا الموقع التنافسي. والسبب ليس هنا نتكلم عن إمكانيات أو قدرات بقدر ما نتكلم عن تجارب وواقع يحكي خلاف هذا الموقع التنافسي المستهدف. ولذلك نؤكد على قضية أنه فعلا عندما نختار الموقع التنافسي أستطيع أني أقنع السوق المستهدف. ومتى ما كان هناك في عوامل تحد دون عملية الإقناع،
وهذه العوامل قد تكون مالية أو قدرات أو إمكانيات أو خبرات، أو قد تكون واقع مشاهد، فيصبح هناك في صعوبة، فبالتالي من الخطأ اختيار هذا القطاع، هذا الموقع. أيضا يقول لي هنا في بناء الموقع التنافسي، دائما المواقع التنافسية من أهم الطرق في بنائها أنها يعني تقوم على بناء على صفات وخصائص موجودة في المنتج، بمعنى نميز منتجها بأنها الأعلى جودة أو الأطول عمر أو الأقل سعر. العمر والسعر والجودة والبقاء هذه كلها صفات موجودة في المنتج، وسنتكلم لاحقا كيف نبني الموقع التنافسي. فيقول لي أيضا لما تؤكد على تختار ميزة وتختار منفعة وتختار صفة تبني عليها موقعك التنافسي، أولا تؤكد على أنك تقلب هذه المنفعة هذه الصفة والميزة إلى منفعة في ذهن وعقل العميل، وأيضا أنه هذه المنفعة لما تعبر عنها تكون فعلا منفعة ذات يعني أهمية وذات تأثير في نظر وفي من وجهة نظر المستهلك. أما إذا كانت غير مهمة وغير مؤثرة فلن يكون من المصلحة استهداف أو التركيز على هذا الموقع التنافسي. فأثناء اختيارنا أيضا للموقع التنافسي للميزة أو للصفة التي نبني عليها موقعنا التنافسي لابد نفكر في يعني لغة المنافع بالنسبة للمستهلك، وأيضا هذه المنفعة تكون ذات أهمية وذات تأثير على العميل، وبالتالي يعني يكون هنا عندي موقع تنافسي ناجح. أيضا يقول لابد أن يتصف الفرق الذي يقوم عليه الموقع التنافسي للعلامة التجارية بالخصائص التالية. احنا قلنا الموقع التنافسي هو يقوم على الاختلاف والفرق، هو الصورة اللي يدرك فيها العميل المنتج، هو الفرق اللي يكون يعني يكون عند المنتج عند العميل في ذهن العميل لما يقارن بين منتجي ومنتجات المنافسين. فيقول هذه المقارنة هذا الفرق فيه مجموعة من الشروط أو من الخصائص مفروض يكون موجود فيه. زين، فأول شرط أن يكون فريد، هذا الفرق والاختلاف يكون فريد والموقع التنافسي يكون فريد. إيش معنى فريد؟ يعني بمعنى لا يوجد مثله، مميز فريد لا يوجد، ليس تقليد. كل ما كان المنتج تقليد أو مقلد يعني يكون غير فريد وغير أصيل. فكل ما كان المنتج فريد لا يوجد مثله وليس مكرر وليس مقلد، كل ما كان هذا أفضل في عملية الموقع التنافسي وفي عملية الميزة التنافسية والاختلاف الذي أبنيه عن المنافسين. أيضا أن يكون مميز، ليس فقط أن يكون فريد ووحيد وغير موجود عند المنافسين، لا، أيضا أن يكون متميز، يعني بمعنى تميزي في هذا الجانب قوي وظاهر ويستطيع أن يدركه العميل بسهولة. فما يصلح مثلا إذا كان تميزي ضعيف في مستوى الجودة أو ضعيف في طول عمر البطارية مثلا، أو ضعيف في مثلا خدمة العملاء، أو ضعيف في السعر وفرق السعر، ما يصلح أني أبني عليه. صح أنا أقل منه سعر كمنتج، لكن هذا الفرق بسيط جدا قد لا يدركه العميل، وحتى لو أدركه لن يكون مؤثر لأنه يعني مش مميز. ليس فرق سعري أو فرق في الجودة أو فرق في الأداء أو فرق في طول العمر أو فرق في سرعة الإنجاز، ليس فرق مميز حتى يكون مؤثر وحتى يكون يعني أستطيع أني أبني عليه اختلافي عن المنتجات المتشابهة. فلا بد يكون فريد غير موجود عند الآخرين، لا بد يكون متميز أيضا ظاهر بشكل قوي في منتجي في خدمتي في شركتي. أيضا من السهل وصفه، هناك بعض المواقع التنافسية يصعب وصفها، مجردة لا يستطيع العميل يتأكد من وجودها، لا يستطيع العميل أنه يعني يشعر فيها، يصعب على العميل أنه يلاحظها في المنتج أو في الشركة، وبالتالي هنا يكون هذا الموقع التنافسي يعني غير ناجح غير مؤثر، لا يستطيع العميل أن يدركه. كل ما كان العميل يستطيع أن يصفه سهل وصفه، نستطيع أن نصفه للعميل بشكل سهل وسلس وبعبارات واضحة، كل ما كان أيضا هذا الاختلاف وهذا الموقع التنافسي من السهولة أن يدركه العميل، كل ما كان الموقع التنافسي مؤثر وقوي.
بعض المواقع التنافسية تقوم على مشاعر، على أحاسيس، فتكون هذه المشاعر والأحاسيس أحيانا صعب توصيلها للعميل، صعب العميل يشعر فيها ويعني يتأكد من وجودها في هذا المنتج، أو يحس أنه والله عندما يمتلك هذا المنتج يشعر به مثل هذا الإحساس أو بمثل هذا الشعور. وبالتالي قد لا يكون مثل هذه المواقع التنافسية مناسبة أو جيدة. أيضا من السهل التعرف عليه مثل ما قلنا، يسهل وصفه من قبل الشركة ويسهل التعرف عليه من قبل العميل. أستطيع أني لما أستخدم المنتج، أشتري المنتج، أشاهد المنتج، أجرب المنتج، أستطيع أني أشعر فيه. وهنا يعني أستذكر مثال أيضا شهير للكاتشب، كاتشب شركة هانز. كاتشب شركة هانز، الشركة هذه كانت تمر في مرحلة ركود ومرحلة خسائر، وكان هناك في منافسة كبيرة بينها وبين الشركات المثيلة لهذه الشركة، فأرادت أنها تبني موقع تنافسي، فيعني اختارت موقع تنافسي حقيقة يتميز بأنه فريد وأنه فعلا متميز وأنه فعلا يعني سهل وصفه وسهل أنه يدركها العميل. إيش هذا الشيء؟ إيش اللي يميز كاتشب هانز؟ اي احد يستخدم هذا الكاتشب ايش يلاحظ؟ يعني انت لما تستخدمين هذا الكاتشب، او انت لما تستخدم هذا الكاتشب في البيت او في المطاعم، ستلاحظ ملاحظة يعني فعلا موجودة في هذا الكاتشب قد لا تكون موجودة فيه. ليست الملاحظة يعني لم تبني الشركة انها الكاتشب الارخص سعرا ولا الاعلى جودة ولا المنتج الاكثر طزاجة، انه منتج طازج، ولا المنتج الاكثر سهولة، لا لا، يعني الشركة بنت منتجها على أن المنتج الأبطأ. شوف الأبطأ والكثيف جدا، يعني حتى تستخدم المنتج يعني كثيف وبطيء جدا، ينزل بكمية كبيرة وينزل أيضا ببطء. وفعلا يعني لما استطاعوا أنهم يميزون منتجهم بهذه الصورة الذهنية، ويكون المنتج فعلا موجود فيه هذا التميز وموجود فيه بشكل فريد غير موجود في المنتجات الأخرى، وبشكل واضح وظاهر وبشكل يعني أستطيع أني أتعرف عليه وأدركه، أصبح مؤثر وقفزت مبيعات الشركة وأصبح هو المنتج الأول على مستوى أمريكا ويمكن على مستوى العالم. أيضا أن يتصف بالأصالة، ولا يكون هناك يعني كل ما كان المنتج يعني غير مقلد كل ما كان أكثر فرص للنجاح. لا يعني أنه يعني لما نختار منتج يعني أو موقع تنافسي لشركة أو معينة موجود سابق موجود أنه يعني نحكم عليه بالفشل، لكن كل ما كان الموقع أصيل وغير مقلد كل ما كان فرصه في النجاح والبقاء والتأثير في العميل أكثر احتمال. أيضا أن تكون التكاليف المترتبة عليه مقبولة، بمعنى بناء الموقع التنافسي مكلف، بعض هذه المواقع التنافسية تحتاج إلى جهود ترويجية ضخمة وكبيرة، وبعض المواقع التنافسية تحتاج إلى جهود ترويجية معتدلة ومقبولة بناء على يعني سهولة إدراك هذا المنتج، بناء على حجم السوق، بناء على التجارب العملاء. فكل ما كانت أيضا التكاليف معقولة ومقبولة كل ما كان هذا الموقع التنافسي أكثر جاذبية، كل ما كانت التكاليف المترتبة على هذا الموقع التنافسي مكلفة لأنها تحتاج جهود تسويقية يعني بشكل خاص، أو تحتاج إلى حملات كبيرة، أو تحتاج إلى إقناع عالي جدا بسبب صعوبة الإدراك وبسبب صعوبة الموقع التنافسي، كل مكان غير جذاب غير يعني مشجع. أخيرا أن يكون الموقع التنافسي مربح، وبالتالي نتأكد أنه يكون مربح. كيف نتأكد أنه يكون مربح؟ نتأكد أنه يكون مربح من خلال التكاليف بكل تأكيد، ومن خلال توقعات المبيعات، ومن خلال حجم السوق المتوقع، ومن خلال الناس الذين يمكن أن يتأثرون بهذا الموقع التنافسي ويتجاوبون مع هذا الموقع التنافسي، وقوة الشرائية الموجودة للناس الموجودين في هذا القطاع أو في هذا السوق.
فكل هذه العوامل، حجم السوق، قوة الشرائية للناس، التوقعات في المبيعات، التوقعات في ردود الأفعال، تعطيني إلى أي حد، إلى أي مدى يعني يمكن أن يكون الموقع التنافسي مربح. بمعنى أن هناك في يعني بعض المواقع تكون مؤثرة، تكون ممكن تكون جميلة، تكون فيها نوع من الفرادة أو الأصالة، لكنها لا تكون مربحة لأنها لا تؤثر عند العميل ولا تعني شيء بالنسبة للعميل. صحيح مؤثر، آسف، صحيح مميز، صحيح يعني فريد، صحيح في نوع، في كثير من الأصالة، صحيح أيضا يعني ممكن نتعرف عليه بسهولة، لكن بالنسبة للعميل ما له قيمة، ما له أهمية، ما له دور، ما له تأثير. فمتى يكون له دور وتأثير ومربح؟ عندما يكون مهم ونافع ومؤثر، ويعني في ناس يتفاعلون معه، وفي حجم سوق كبير يمكن أن يتفاعل معه. إذن هذه أهم الشروط الموقع التنافسي للمنتج. هنا يعني نقف المحاضرة الأولى على أن نكمل إن شاء الله بقية الحديث عن الموقع التنافسي في المحاضرة رقم 10. ألقاكم على خير، طابت ليلتكم بكل خير، أراكم برعاية الله.